الحمد لله اليوم ما كانت مرحلة مراحل هايلوكس، تشوفون هايلوكس كلها اوقاتها كانت متأخرة لأن كان ارتفاع جدا عالي ومنعطفات بطيئة على غير واحد اثنين، فمحركات الديزل كانت أفضل. بس اليوم أمس اللي هو اليوم آخر يوم في الارتفاعات العالية، وخلاص الجاي إن شاء الله مراحل بتكون كلها على ارتفاعات طبيعية، فالهايلوكس إن شاء الله تكون مميزة.